الحمد لله دائما. تفضلوا استريحوا. حلوني يا اباء باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تعالى علينا نعمته وبركته من الان والى الابد كلها امين. في دقائق محدوده كده، كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد الصليب، وده عيد الصليب رقم 2 اللي هو 10 برمات اللي تم فيه استرداد خشبة الصليب من الفرس. لكن العيد الأول بيبقى 17 توت، وده بيجي في الفطار. عشان كده الكنيسة رتبت إن الاحتفال بتاعنا النهاردة يكون احتفال فريحي نظرا لإكرام صليب رب المجد يسوع المسيح الذي صلب عليه. الصليب ليه معاني كتيرة قوي في حياتنا، والصليب ربنا يسوع المسيح اختار أصعب لحظات أو أصعب حاجة ممكن يتحملها الإنسان اللي هو يتصلب على خشبة الصليب، اللي كان في العهد القديم لعنة وعار وكانوا بيصلبوا عليه اللصوص، لكن وقوة وشرف وانتصار. عشان كده احنا بنفرح بقوة قيامة المسيح بعد الصلب الذي حول كل حزن وكل ضيقات الى ايه؟ مجد سماوي. الصليب اختاره ربنا يسوع المسيح لان فيه محبة الاب، وفيه ايضا اتضاع ربنا يسوع المسيح الذي رضى ان هو يتصلب على خشبة الصليب من اجلنا. الصليب هو جوهر المسيحية بتاعتنا. سيد المسيح جه عشان يخلص ما قد هلك، والسيد المسيح أكتر من واحد في الكتاب المقدس يتقابل معاه ويعطيه الخلاص ويتممه على خشبة الصليب المقدسة بالتجسد وبالفداء وبالصلب وبالقيامة المقدسة. الصليب فيه معاني كتير حلوة قوي. يكفي ان احنا فيه بنتذكر الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس. لما بنرشم علامة الصليب بنقول باسم الاب اللي هو فوق نزل الى الارض، خد شكل زينا وخلى الخطية وحولنا من الشمال الى اليمين او من الظلمة الى النور. بنعترف فيه بالاب والابن والروح القدس، ودي عقيدة التجسد والفداء. ليه الصليب؟ لأن الصليب هو الفرح. الإنسان اللي عايز يفرح مع ربنا لابد إن هو يتألم مع ربنا، وربنا ما ضحكش علينا. ربنا كان صريح معنا وقال لنا كده: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. اللي عايز يتبعني ينكر ذاته شويه، بلاش الكبرياء، بلاش العظمه، بلاش الذات اللي عنده، ينكر ذاته ويخدم الاخرين ويتضع ويشيل الصليب. يبقى هو ده مسيحي، هو ده اللي هيتبعني، هو ده اللي هياخد المجد بعد كده. عشان كده ده شرط من تبعية السيد المسيح حمل الصليب. وزي ما حضراتكم عارفين الصليب بياخد أشكال كتيرة في حياتنا، في ضيقاتنا وألمنا، ممكن أمراض، أوجاع، مشاكل، اضطهادات، عذابات. كل واحد ممكن يشيل صليب معين، ولكن يا ترى أنا بتبع المسيح في شرط تبعيته زي ما قال: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. أنا بتبع المسيح وبشكر ربنا على الصليب اللي مدهوني في حياتي. ممكن الصليب ده يكون في الأسرة، زوج متعب أو زوجة متعبة، ممكن يكون ولد متعب أو بنت متعبة، ممكن يكون ظروف معينة، ضيقة مالية، ممكن يكون أمراض أو جاع زي ما قلنا، ياخد أشكال كتير.
يا ترى أنا بطلب من ربنا وأقول له اديني يا رب الاحتمال عشان أشيل الصليب عشان أتمجد معاك بقيامتك وبنصرتك، ولا أنا بتذمر وبرفض عمل ربنا باستمرار؟ ده سؤال مهم الواحد ممكن يسأله لنفسه. وفي تبعية المسيح اللي يشيل صليبه يتمجد، يقول لنا ربنا إن كنا عايزين نتمجد معاه نتألم معاه، ندخل شركة ألامه معاه. عشان كده تلاحظوا القديسين دخلوا شركة الألام عشان ياخدوا المجد. واحد زي ماري جرجس اللي اتألم كتير 7 سنين، أو القديسة ديميانا، أو قديسين آخرين كثيرين تألموا من أجل المسيح. ليه؟ عشان المجد المنتظر. كانوا بصين على المجد مش بصين على الألام. احنا ساعات كتير بنبص على الألام ونبص على المشاكل بتاعتنا اللي جزء هذا التعبير أقول إن هي قليلة أو ضئيلة بمشاكل الاستشهاد والاعتراف بالمسيح، تبقى حاجة صغيرة خالص. ولكن مع ذلك ساعات كتير بنتذمر وبنرفض إن احنا ناخد هذا المجد. وأكتر من كده، ساعات في ناس بتطلب الصليب لنفسها، صليب أمراض أو أتعاب، بس ده إنسان بقى زهد في العالم وحب ربنا خالص وترك كل شيء وعنده حياة التسليم لربنا باستمرار، فبيتقبل أي صليب وممكن يطلب صليب من ربنا زيادة. وبنشوف ناس ربنا بيديلهم صليب أمراض معينة لأنه بيحب ربنا خلاص، زي القديسين وزي الشهداء وزي الأبرار. عشان كده زي ما السيد المسيح شال صليبه، إحنا كمان عايزين نشيل الصليب عشان ناخد المجد. ليه الصليب؟ لأن ربنا ستر خطايانا، ربنا ستر علينا. ربنا ما عملش حاجة عشان يتحمل الصلب والعذابات، لكن إحنا اللي عملنا وأخطأنا وذنبنا ووقعنا في خطية، ولكن ربنا هو شيل كل ده من علينا وحمل كل ده من علينا وسطر علينا ربنا بالصليب. دي تعلمنا كمان إن إحنا نستر على بعض ونداري على خطايا بعض وما نفضحش بعض. كان ممكن إن السيد المسيح يجازينا كلنا وتنتهي القصة، ولكن تجسد عشان يفرحنا ودفع الدين عنا عشان يفتح الفردوس ونرجع مرة أخرى. عشان كده أحبائي إحنا عايزين ننظر إلى علامة الصليب المجيد باستمرار. بالصليب في غلبة وفي نصرة وفي قوة، زي ما سمعتوا كده في السنكسار من شوية. قديسة هيلينا لما حبت تشوف الصليب وتشوف قوته قد إيه، حطته على إنسان ميت ماشي، ترتيب ربنا عشان تعرف إنه صليب من الثلاثة. لكن بقوة المسيح المصلوب اللي كان على الصليب قام هذا الميت، وتشوفوا في القصة الثانية قد إيه اللي حبوا يسرقوا الصليب إيديهم اتحرقت، نار طلعت من الصليب أو خشبة الصليب المقدسة. قوة ربنا ادهلنا سلاح غلبة، وزي ما انتم عارفين بهذا نغلب بقوة الصليب كل الرهبان وكل القديسين كانوا بيحاربوا بقوة الصليب. واحد زي القديس ماري جرجس لما يأيدوه ويعرفوا ان علامة الصليب ديت علامة سحرية، او يدعوا ان هي علامة سحرية ويأيدوه، ايده تبقى ورا ظهره ويجيبوا له سم عشان يشربوا، فيقول لهم انتوا عايزين اشربوا منين؟ ويرشم الصليب بايه؟ براسه. لما عايزين اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، مجرد رشمة الصليب بس تحول هذا السم الى شيء عادي جدا ولم يأذي القديس ماري جرجس، وهم مش فاهمين. كان في راهب من الرهبان في الأديورة
راجل بسيط دخل الدير ويجربه رئيس الدير علشان يشوف إمكانياته إيه ويقدر إن هو يستحمل الرهبانة ولا لأ. وقال له لازم تحفظ التسبيحة ولازم تحفظ المزامير. والراجل يعني غلبان شوية بس راجل بسيط عنده إيمان. فلاحظ الرهبان إن هو ما بيجيش يحفظ التسبيحة ولا بيتعلم ولا في نمو في حياته الروحية تقريبا يعني. فواشوا بيه عند رئيس الدير وقالوا له ده ما بيحفظش حاجة وما بيعملش حاجة من اللي انت قلت له عليها. قال لهم طب سيبوني وربنا هيدبر. وبعدين قرر في قرارات نفسه ان هو يطرد هذا الايه الراهب. في نفس الليلة اللي نام فيه رئيس الدير ظهر له رب المجد يسوع. انا عايزك بكرة تروح الراهب ده وتبص هو بيعمل ايه وتبص ان هو انسان كويس. ما قالوش اكتر من كده. راح رئيس الدير للراهب في القلايه بتاعته لقى كم من الشياطين كثيرين جدا. وسمع شيطان بيتكلم مع التاني رئيس الشياطين زعيم الشياطين زي ما تقولوا بقى. فواحد بيقول التاني انت مش قادر تدخل القلايه ليه؟ قال له مش عارف. مش عارف ليه؟ لان طول ما هو في قليته ما ورهوش غير يا رب يسوع المسيح بقوة صليبك اديني قوتك وحميني. وبيرشم الصليب. والصليب هي علامة الغلب اللي انتصر فيها السيد المسيح على الشيطان. فما بيطلقش اسم الصليب ولا رشم الصليب. أدرك قد إيه أن رئيس الدير أن هذا الراهب مش حافظ غير كلمة يا رب يسوع المسيح أو بقوة صليبك احميني وقويني. وبيرشم الصليب باستمرار. رجع مرة أخرى وقال له خليك في إيمانك البسيط دوت. ما دام بترشم الصليب بقوة ومدرك فعالية الصليب وبتغلب بيها ربنا قويك. كان درس كبير قوي لرئيس الدير والرهبان كلهم. ربنا عايز يعلمنا أن الصليب نقدر نغلب بيه بس ندرك فعاليته في حياتنا. سامحوني احنا المفروض نرشم الصليب بهدوء وندرك قد ايه قوة هذه الرشمة. ساعات بنرشمه كده بسرعة وما بندركش قد ايه معنى او قوة الصليب في حياتنا. الصليب ليه معاني كتيرة لكن عشان وقت القداس ربنا يدينا ان احنا نتبع المسيح وان احنا كل واحد فينا يشيل صليبه علشان يتمجد مع ربنا في ملكوت السماوات. ربنا يدينا ويقوينا كلنا. بنشكر كل الاباء اللي جم عشان يصلوا ويشتركوا في واجب عزاء الدكتور رفقت رأفت شوقي اخو الانبا صموئيل ابونا القمص كرولو الصبحي وابونا القس اسحاق فيليب من دير ابي سفين بطموه. ربنا